نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أولى فقرات برنامجنا الحوارية لهذا اليوم من نهار جديد. زي ما حضراتكم عارفين الدولة المصرية بتبذل دور كبير جدا جدا في النهوض بقطاع الزراعة، وشفنا ده ممثل في الكثير من المشروعات الزراعية والقرارات الرئاسية اللي من شأنها دعم الفلاح والمزارع المصري وفي نفس الوقت النهوض بكافة الحصلات الزراعية. وكمان أيضا وزارة الزراعة بتزغر بالكثير من المؤسسات اللي من شأنها يعني إنتاج الكثير من الأمور اللي بتسهل على أخواننا الفلاحين والمزارعين، وأيضا إعطاء الكثير من التوصيات اللي من شأنها يعني تزود الإنتاجية وتضيف لهذا القطاع بشكل كبير جدا. وفضل ربنا سبحانه وتعالى أيضا الوزارة بتسخر بالعلماء الباحثين القادرين على العطاء في هذا المجال. من ضمن هذه المؤسسات اللي بتظفر بها وزارة الزراعة معهد بحوث البساتين، عشان كده النهاردة هنتكلم تفصيلا عن دور المعهد بشكل كبير وأيضا دوره في تحديدا في الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر والفاكهة، وده اللي بتستخدمها طوال يعني أيام السنة. معنا في هذه الفقرة الحديث أكثر والكثير من الأمور المتعلقة بمعهد بحوث البساتين ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عادل أبو السعود وكيل معهد بحوث البساتين والقائم بأعمال مدير المعهد. برحب بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم، الله يخليك والسادة المشاهدين. أستاذ معاك كده في البداية تدينا إطلالة كده عن المعهد، دوره يعني أهدافه بشكل كبير جدا، وإيه الجهات الخدمية اللي بيقدمها سواء للمزارع أو الفلاح المصري بشكل عام. هو معهد بحوث البساتين أحد معاهد مركز البحوث الزراعية المصري، بيعنى بالنهوض بالمحاصيل البستانية سواء من الخضر أو الفاكهة أو أشجار الخشبية ونباتات الزينة والنباتات الطبية. معهد بحوث البساتين بيقوم بإجراء الأبحاث اللي هي من شأنها إن هي تزيد الإنتاجية للمحاصيل المختلفة وتنهض بعملية الجودة، وبالتالي نزيد من النافذة التصديرية لهذه المحاصيل. تمام. ويمكن الأرقام بتدل على ذلك، يمكن تبعا لإدارة الحجر، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، كان في سنة 20 الكميات المصدرة 4 مليون طن في حدود هذا الرقم. النهاردة في سنة 21 في الفترة من 1 يناير حتى 8 ديسمبر 2021 الكمية زادت 5.3 مليون طن. ما شاء الله. معظم المحاصيل الزراعية المصرية التي بيتم تصديرها هي محاصيل في الأساس بستانية. تمام. وده شيء بينعكس ناتج من عملية إجراء الأبحاث العلمية النظرية والتطبيقية بمعهد بحوث البساتين. أيضا معهد بحوث البساتين بيتداخل مع المزارع والمستثمر المصري في العملية الإنتاجية، حيث بيوفر معهد بحوث البساتين من خلال وحداته الإنتاجية المختلفة سواء في المركز في مقره في الجيزة أو في محطاته المختلفة شتلات الخضر والفاكهة بحيث القياسية، بحيث أنها تكون متاحة للمزارع المصري بأسعار منافسة وبجودة عالية. أيضا بيتداخل معهد بحوث البساتين مع المشروعات القومية الكبرى، يعني مع الريف، مشروع تنمية الريف المصري ودعم المزارعين فنيا في منطقة المغرة التابعة لمحافظة مطروح بشتلات الزيتون القياسية، بيقوم المعهد بدور في هذا الشأن، وبدأ التعاون السنة الماضية ومستمرين في هذا التعاون على نطاق أكبر، بحيث أني مزارع في هذه المناطق يلاقي الشتلات المطلوبة بأسعار مناسبة. جميل. وفي نفس الوقت يلاقي الدعم الفني. بيحاول المعهد بجانب الميزانية بتاعته ان هو يوفر تمويل مالي من مصادر اخرى سواء المشاريع البحثية بالتعاون مع المؤسسات البحثية سواء خارج او داخل مصر. في منطقة المغرة مثلا هناك بعض المشاريع البحثية اللي بيقوم بيها المعهد، ومن خلالها بيروح الباحثين لتلك المناطق لكي يقدموا مجانا خدمة الدعم الفني
لمزارعي الزيتون في تلك المناطق، وده تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير وقيادة المركز إن الباحث لازم يوصل للمزارع في مكانه. النقطة الثانية إن زي ما حضرتك عارف بالنسبة للمشروع القومي لإنتاج تقوي الخضر، إن مصر بتستورد ما يقرب من 98% من البذور، ودي بتمثل جاب في العملية طبعا الفنية كلها إن توتال. وبالتالي كانت التوجيهات إن إحنا نركز في هذا الشأن. المعهد منذ فترة كبيرة بيقوم باستنباط الأصناف والهجن في محاصيل الخضر المختلفة، ولكن تم التركيز عليها بدرجة كبيرة في هذه الآونة، وبفضل الله عز وجل تم تسجيل ما يقرب من 28 صنف وهجين في نباتات الخضر المختلفة، تمام، لكي يتم توفير البذرة بجودة عالية وبأسعار منافسة للمزارع المصري. تمام. طيب خلينا برضو يعني حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية، واحنا دور المعهد في الأصناف والهجن الجديدة في يعني تسجيلها، ازاي بتعاملوا معاها، وخاصة يمكن الحمد لله الفترة الأخيرة لاحظنا ده موجود حتى في سوق سواء التقاوي اللي بتستحمل التغيرات المناخية وبتستحمل بعض يعني التحديات الأخرى أو الظروف اللي هي موجودة عندنا في بلدنا، وفي نفس الوقت بتدينا إنتاجية كبيرة جدا. لو نتكلم عن دور المعهد ده بدءا من إن هو يحصل على التقاوي لحد ما يطرحها في السوق لإخواننا الفلاحين والمزارعين. هو فعلا حضرتك لمست في سؤالك نقطة مهمة جدا، ان في الآونة الأخيرة ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع التغيرات المناخية أصبحت هاجز لجميع المزارعين والمنتجين، أصبحت واقع خلاص لازم نتعامل معاه بكل الطرق والوسائل. تماما. فوجب علينا كباحثين ان احنا نقوم باستنباط أصناف وهجن تكون متحملة للظروف المناخية المنوئة، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة العالية، موجات الجفاف، التذبذب في درجات الحرارة سواء الهيت ويفز، درجات الحرارة اللي بتيجي في وسط الموسم ترتفع فيها درجات الحرارة لحدود تفوق الحدود القصوى للمحاصيل المختلفة. فبيتم الآن عملية استنباط أصناف وهجن تكون متحملة لدرجات الحرارة العالية، تكون متحملة للإصابة بالأفات والأمراض المختلفة، وبالتالي تكون مناسبة للمناطق المختلفة داخل مصرنا الحبيب. طيب نطمن يعني السيادة المزارعين والسيادة الفلاحين في جزئية الأصناف والتقاوي في الفترة اللي جاية، هل مش بس هنشتغل في القريب العاجل هنجد هذه الأصناف اللي تتحمل التغيرات المناخية، هذه الأصناف اللي تدينا إنتاجية وفيرة، لأن بسم الله ما شاء الله العديد من التقاوي دلوقتي مش بس في الخضار أو الفاكهة ولكن كمان في كافة المحاصيل وتحديد المحاصيل الاستراتيجية، وشفناه في القمح ما شاء الله يعني بتدينا بعض الأصناف يعني كثير جدا من الرذبات، يعني وصل معانا الحاجة و30 حاليا دلوقتي يعني. فعشان كده احنا نقول لهم ايه في المرحله اللي جايه، هل فعلا ان شاء الله هنجد هذه الاصناف موجوده في السوق اللي بتحاول بقدر الامكان يعني تضاهي هذه التغيرات المناخيه وما يبقاش فيه مشاكل منها، لان بعض المزارعين بيخافوا من هذا الامر بشكل كبير، بيأثر على الانتاجيه بشكل افضل يعني. هو فعلا التوجيهات قياده المركز لينا ان احنا نزيد من نسب التغطيه، يعني احنا انتقلنا الان في برنامج إنتاج التقاوي سواء تقاوي الخضر أو الشتلات المختلفة لنباتات الفاكهة والأشجار الخشبية، إن احنا نزيد من نسب التغطية وبحيث إن احنا نقدر نوفر للمزارع هذه الأشياء. يعني على سبيل المثال في الطماطم عدنا تسجيل أصناف تم هجن تم استنباطها في مصر زي أجياد 7 وأجياد 16، ودي من الأصناف اللي أثبتت الهجن اللي أثبتت وجودها في السوق المصري حاليا. في حديثا صنف الخيار هجين الخيار حورس، وده هو تم الإنتاج بالفعل وبتجري الآن مراحل تسجيله لكي يكون متاح للمزارع المصري. في عديد من
الهجن والاصناف في محاصيل الخضر المختلفه الاخرى. تمام. يعني الثوم يمكن المستهلك المصري بيلاحظ ان في ارتفاع في جوده الموجود. صحيح. وده بعد 46 المنتج من محطه بني سويف حاليا في جميزه واحد. ده احد اصناف الثوم المنتخبه. صحيح. واللي بيتم سنه بعد سنه الحفاظ على صفات الجوده فيها. كويس. سواء من كبر حجم الفصوص او كبر حجم الراس ذات نفسيه. صحيح. عاوز تحملها انها تقعد معانا طول السنه لحد الموسم الجديد. بالظبط. المرحله القادمه هيجد المزارع ان في تواصل كبير بحيث ان يتم تعريف المزارع بتلك الاصناف والهجن. ايوه. وان هي تكون متاحه ليه بالفعل بكميات كبيره. صحيح. ان هو يقدر يستخدمه. واحنا حاليا نزلنا في السوق فعلا. جميل. حرص وباسعار بتنخفض عن الاسعار اللي موجوده في السوق. تمام. يمكن برضو بنهتم في معهد بحوث البساتين بالتواصل مع جهاز الخدمه الوطنيه والاستفاده من الامكانيات الكبيره المتاحه ليه وخاصة في إنتاج التقاوي. إن شاء الله. بحيث إن إحنا نزيد عام بعد الآخر نسبة التغطية. أيضا بندعم الجهاز بالخبرة الفنية للسادة الباحثين من صفوة السادة الباحثين للتعاون في إنتاج الخضر والفاكهة في المحاصيل المختلفة. برضو عشان يعني عايز اعرف تفاصيل اكتر يمكن الساده المشاهدين حابين يعرفوا عمليه التسجيل الخاصه بالتقاوي الاصناف والهجن بتتم بناء على ايه؟ هل احنا بنجرب مثلا الصنف ولو شاف مطابق للمواصفات وادى يعني الدور بشكل امثل والانتاجيه بتاعته ولا بناء على ايه يعني التفاصيل الخاصه بعمليه التسجيل؟ هو طبعا في المرحله الاولى بيقوم الباحثين بعمليه استنباط الصنف. جميل. ودي ممكن ان هي بتاخد عده سنوات يمكن تصل في الطماطم وهي الخيار لخمس سبع سنوات. بعد كده بتأتي المرحلة الثانية وهي تسجيل الصنف دهوت. بياخد موسمين متتابعين. بحيث ان هي بتجرى عليه اختبارات بحيث بتأكد الجهات الاخرى في الوزارة من مطابقة المواصفات الصنف دهوت لما هو مكتوب. وانه بتقارنه طبعا باصناف التجاريه ما شاء الله اللي موجوده في السوق بحيث انه تتاكد تماما ان هو ذو فائده للمزارع المصري. بعد كده هوت بيتم الحصول على تصريح بتداول هذا الصنف داخل السوق المصرية. يعني الموضوع مش بيجي مثلا سنة وخلاص يعني بجربه لا ده ممكن بيقعد معايا الخمس وست وسبع سنين كمان. يعني. عملية التهجين والاستنباط وبعد كده هو سنة او سنتين بالنسبة. صح. لعملية التسجيل. وده حفاظا على دقة الصنف وبرضه في نفس الوقت في مصلحة المزارع. طبعا. لان كل ما يكون الصنف يعني ذو فايدة زي ما حضرتك ذكرت كل ما اقدر اطبقه وعممه في هذه الاماكن اللي بيصلح فيها زراعته. طبعا وزارة الزراعة يعني لا تسمح بتداول اي. صحيح. أصناف سواء مستوردة أو منتجة محليا في السوق إلا بعد فحصها في الإدارات المركزية المتخصصة. بيكون في رقابة على ذلك يا دكتور. طبعا. حرصا على يكون في لجان الصنف اللي احنا مصرحين بيها. مظبوط. بتبقى في لجان وبتتابع عمليات الإنتاج المختلفة وتقييم الصفات سواء الصفات الخضريه او السمريه. تمام. والاصابه بالامراض والافات. طيب دور معهد بحوث البساتين في التعامل مع المشروعات القوميه والمبادرات الرئاسيه زي المشروع القومي للانتاج والتقاوي الخضر يا دكتور، يعني وصلتوا لهذا الامر في ايه والخطوات اللي جايه ان شاء الله ممكن تكون ايه باذن الرحمن؟ يعني هو زي ما قلت لحضرتك احنا يعني في المرحله الحاليه سجلنا 28 صنف وهجين. نعم. للخضر للخضر فقط. الخضر فقط. تمام. وبالاضافه لذلك قمنا بعمليه التسجيل واعاده التسجيل لبعض اصناف والانواع النباتيه في الفاكهه. يعني تم استنباط 8 اصناف جديده في الخوخ. ايضا تم تسجيل صنف اليوسفي البلدي
كصنف مصري، ودوت الحفاظ على تلك الأنواع النباتية والأصناف سواء من أشجار الفاكهة أو نباتات الخضر أو الأشجار الخشبية حتى. نعم. رؤية حضرتك للأصناف اللي هي موجودة في السوق حاليا واللي بيزرعها اخواننا المزارعين والفلاحين من كل أنواع الخضر والفاكهة، هل هذه الأصناف محتاجين إن احنا نجدد فيها، ولا في أصناف بتصلح والناس اللي هي أو الفلاح أو المزارع المتمسك بصنف معين وبيزرعه كل يعني شوية، وفي أصناف جديدة ممكن تدينا إنتاجية أكثر، تحب برضه تقول له إيه في هذه الجزئية؟ لا طبعا، هي كل منطقة كل منطقة اعتادت مثلا في الخضر كل منطقة اعتادت تزرع عدد من الأصناف المختلفة، وعملية زراعة الأصناف بتبقى عملية متجددة. أيوة. لأن كل يوم والتاني بتنزل أصناف جديدة سواء مستوردة، وإحنا برضو في معهد بحوث البساتين مستمرين في عملية استنباط الأصناف والهجن، وبالتالي ودهوت عشان نواجه الظروف دائما اللي بتبقى متغيرة. نعم. يعني وده يمكن يفسر بعض الشيء، عملية ارتفاع أسعار الخضر أو الفاكهة في بعض المواسم، ده نتيجة مثلا ارتفاع درجات الحرارة في تلك المواسم، مبقاش في أصناف ممكن إن هي يكون ليها درجات من التحمل. صحيح. كويس. شفنا في المانجا السنة اللي فاتت. صحيح. بالضبط. يعني في المانجا السنة اللي فاتت حصل انخفاض شديد جدا في الإنتاجية. صحيح. وده كان نتيجة لتغير الحرارة. هو يعني تغير المناخ بشكل المناخ ما بيكونش ما بنسموش ارتفاع درجة الحرارة، بنسميه الاكستريم تمبريتشرز. اكستريم تمبريتشر يعني درجات الحرارة القصوى، سواء بالانخفاض توصل لدرجة 4 درجة مئوية أو بالارتفاع تتجاوز 45 درجة مئوية. يعني لو طبقنا الكلام ده هوت على المانجا هنبص نلاقي الموسم اللي فات ان درجة الحرارة جت بالظبط في الاول من ابريل، الاسبوع الاول من ابريل، وانخفضت ل 12 درجة مئوية. ده ادى الى يعني بطء في النمو في الثمار اللي موجودة، واعقبها على طول من شهر ابريل نص ابريل لغاية الاسبوع الاول من مايو ارتفاع شديد في درجة الحرارة. صحيح. زاد عن 35 درجة وبعض الأحيان وصل ل 46 درجة. ده أدى إلى تساقط كثير من الثمار. صحيح. في مراحلها الأولى، وبالتالي انخفاض الإنتاجية. نعم. هنا بنوصل المزارع المصري في مصر لهذه الأشياء، أن بدراسة هذه الظاهرة العام السابق خرجنا بتوصيات للمزارع المصري اللي بيزرع المانجا تحديد. إن في أصناف بطبيعتها الوراثية بتتحمل درجات الحرارة المرتفعة أو الشديدة، بتتحمل التغيرات المناخية أكثر من غيرها. يعني في المانجا مثلا بنلاقي الأصناف زي الشيلي وزي الكنت والأوستن، دي أصناف السنة اللي فاتت لم تتأثر بتذبذب درجات الحرارة بالارتفاع والانخفاض. يبقى احنا بنوصي الناس اللي بتيجي لكن تزرع، لكن السكري والعويس والحاجات دي كلها لا للأسف الشديد تأثر كبير. ويمكن ما دي برضو الأصناف اللي هي يعني عليها أكثر إقبالا من السوق. بالضبط. يعني بالضبط. ويمكن احنا معظم الإنتاج بتاعنا في المانجو ما يقرب من 40% من صنف الكيت. وصنف الكيت صنف متأخر. صنف تصديري. اثبت في هذه التغيرات انه حساس جدا. صحيح. مش موجود في السنوات اللي فاتت. بالظبط. صحيح. انه حساس جدا جدا للتذبذب في درجات الحراره. فهنا بينبغي على المزارع انه لو هيزرع الكيت في الحالات اللي زي كده هوت، يبقى يجب عليه انه هو ياخذ احتياطاته. صحيح. لان يعني دلوقتي حاليا بيتم تخطيط مزارع المانجا بحيث انه يحميها من الصقيع، في نفس الوقت من أشعة الشمس الكبيرة التي ممكن أن تضر بالثمار. بيتم تركيب شبكة من الرشاشات بحيث أن أما درجة الحرارة ترتفع عن 46 درجة تشتغل ذاتيا وتبدأ أن هي تلطف الجو بالنسبة للمانجا. أيضا الاهتمام في المانجا بمكافحة الأفات الشديدة، يعني الإصابة بالعفن الهبابي أو العفن الأسود في المانجا. صحيح. ده بيزيد من للأسف الشديد
من حساسية المحاصيل المختلفة والمانجا تحديدا للتأثر بالتغيرات المناخية. طيب سؤال دكتور يعني اعتقد ناس كتير جدا عايزة تعرف اجابته، خاص بالاصناف الجديدة. هل كل الاصناف تنفع معاها كل المعاملات الزراعية المختلفة، ولا في اصناف معاها بتتطلب عمليات خدمة معينة يا فندم اثناء السنة او فترة الزراعة؟ لا طبعا الزراعة. هو فعلا حضرتك لمست نقطة مهمة جدا. لا طبعا يعني الفترة اللي فاتت وجدنا مثلا ان المشمش اقل تاثرا من البرقوق والكمثرى. كويس. ولقينا داخل المشمش الكانينو كان اقل تاثرا واكثر تحملا للتذبذب في الظروف المناخيه. تمام. فده بيدل على ان لا، الخلفيه الوراثيه للانواع النباتيه والاصناف بتلعب دور مهم جدا. اكيد في بعض الأصناف بتنجح في الشمال حيث الرطوبة، والبعض الآخر بيحتاج لدرجات حرارة مرتفعة في الجنوب. صحيح. فطبعا لا يعني الأصناف المختلفة والأنواع المختلفة بنيجي ده دور الخريطة الوراثية والخريطة الصنفية، ان احنا بنحدد وده بيحصل في المعهد مجموعة من التوصيات بحيث المزارع يقدر يزرع ايه في المنطقة الفلانية. تمام. حابب نتمنى التوفيق دكتور. المركز او المعهد ليه دور كبير جدا في هذا الامر، وان شاء الله باذن الرحمن مزيد من العطاء في المرحله اللي جايه. وانا عارف ان حضراتكم شغالين على المشروع القومي لانتاج التاو والخضر اللي طبعا بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا باذن الرحمن نجني ثماره في القريب العاجل ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا دكتور بالتوفيق. وشكرا للساده المشاهدين. تحياتي لحضرتك وكل الزملاء في المعهد ان شاء الله. الله يخليك. شكرا ليك الاستاذ الدكتور عادل ابو سعود وكيل معهد بحوث البساتين والقائم باعمال مدير المعهد. شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعض الفاصل، فقرة حوارية أخرى من نهار جديد، انتظرونا.